بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل كلام على الكومباوند اوبجكت. هنتكلم على حاجة اسمها البرو بوليان. احنا اتكلمنا مرة فاتت على البوليان، والبوليان ده كان بيعمل شوية اوبريشن، هو يطرح اوبجكت من اوبجكت، يعمل اتحاد بين اتنين اوبجكت، يعمل شوية اوبريشنز كتير كده على اتنين اوبجكت، اوبراند ايه واوبراند بي. وكان دايما عامل له سيلكت هو في الاول اوبراند ايه، تاني اللي بنعمله بيك هو اوبراند بي. طب هنتكلم دلوقتي على البرو بوليان، ده ادفانسد شويه من البوليان، بيديني شويه امكانيات اكتر ان انا اقدر اطبق اوبريشن على كذا اوبجكت في نفس الوقت. يعني مثلا لو جيت عملت بوكس مثلا كده بالمنظر ده، وجيت عملت هنا مثلا سفير، وحطيت السفير دي هنا مثلا، واحد تاني هنا، واحدة تانية هنا، واحدة تانية هنا مثلا، فعندي حاجة بالمنظر ده. مبدئيا هضيف ماتيريال عليهم، احنا ما نعرفش يعني ايه ماتيريال لحد دلوقتي، ما اتكلمناش عليها، بس هنضيفها عشان هنحتاجها في الـ في الـ في البرو فوليوم. هنشرح عليها حاجه معينه، فهنخلي اللون ده بنفسجي مثلا بتاع البوكس، هنخلي السفير دي مثلا لونها احمر مثلا، ونكمل كلام على البرو فوليوم. هنسلكت البوكس اللي في النص، نقفل دي، هنسلكت البوكس اللي في النص ده، هو الاوريجينال اوبن بتاعي او ده الاوبجكت الاساسي بتاعي. فهاجي هنا اهو، هقول كومباوند اوبجكت برو بوليان. البرو بوليان اول زرار اختلف عندي، كان الاول بيك اوبرن بي، دلوقتي انا بعمل ستارت بيكنج، بختار شويه اوبجكتس مره واحده كذا اوبجكت. فدي اول ميزه على البوليان، ان انا بقدر اطبق كذا عمليه على كذا اوبجكت، وكل اوبجكت ممكن اطبق عليه عمليه مختلفه. فاقول ستارت بيكنج، طبعا اللي انت هتعمله بيك ده هيكون نوعه ريفرنس ولا كوبي ولا انستنس ولا موف. شرحناها في البوليان، قلنا ان الموف بيدخله في العمليه وخلاص، اما الريفرنس والكوبي والانستنس بياخد نسخه من الاصلي سواء كانت كوبي او ريفرنس او انستنس، وشرحنا الفرق بينهم. طيب الاوبريشنز اللي عندك اهي، يونيون، انترسكشن، سبتراكشن، ميرج، اتاتش، انسيرت، وفي عندي اتنين تشيك بوكس كده، كوكي وامبرنت. طيب هنتكلم دلوقتي على مثلا سبتراكت، فهاجي اعمل سبتراكت مثلا لده، فكده طرح الاوبجكت ده من ده. طيب مفيش اي وبي عندي، بي دايما بيطرح الاوريجينال من انت بتعمله بيكنج. طيب لو جيت قلت له انترسكشن فهيجيب المشترك بينهم، تمام. طيب بدوس كنترول زد عشان ارجع. طبعا يونيون هعمل اتحاد بين ده وده. بص كده لما عملنا يونيون، بص من التوب او الفرونت، السفير دي كانت كامله، دخلهم في بعض، بس ايه الحاجات المشتركه اللي بينهم طيرها، لانها كده كده مخفيه في البوكس. لكن لو انت عملت ميرج وجيت قلت بيك للاوبجكت ده، هتلاقي انه دخل ده معايا بس كله. ده الفرق بين اليونيون والميرج، ان اليونيون بيدخل الجزء بس اللي من بره اللي مفيش انترسكشن بينهم من بعض، اما الميرج بيدخله على بعضه. وطبعا على حسب ما انت عايز الايدجز اللي جوه تبقى موجوده ولا مش عايزها، مش ناوي تستخدمها فمالهاش لازمه ان انا احطها، فاستخدم اليونيون احسن. اما الميرج فبيعمل اتحاد الاوبجكت ككل على بعض. الاتاتش والانسيرت نفس الكلام، بيدخل اوبجكت بالمنظر ده عندك، والانسيرت نفس الكلام بيدخل اوبجكت بالمنظر ده عندك، تمام. طيب تعال نبص بقى على الكره اللي هي بماتيريال مختلفة، دول كلهم بالماتيريال دي، ودي بالماتيريال الحمراء، دي ماتيريال ودي ماتيريال. طبعا في فرق بين الماتيريال واللون، وانا جاي اعمل كرييت الاوبجكت كده من هنا اهو، بيبقى عندي اللون بتاع الاوبجكت بختاره، ده مش الماتيريال. دلوقتي ضفت ماتيريال، وهنتكلم عن الماتيريال ان شاء الله قدام، بس عايزين نعرف الكومباوند اوبجكت البوليان بيتعامل مع الماتيريال ازاي. دي كل الاوبريشنز بتاعتي، هنرجع للجزء ده تاني. هنلاقي ان انا عندي في حاجه اسمها ابلاي ماتيريال، اهي ابلاي ماتيريال. في عندي اتنين اوبشن، ابلاي اوبرن ماتيريال ولا ريتين اوريجينال ماتيريال. ابلاي اوبرن ماتيريال يبقى الماتيريال بتاعت الاوبجكت الاساسي اللي انا ماسكه، دي الماتيريال بتاعت الاوريجينال، وفي الاوبرن ماتيريال اللي هي اللي هعمله بيك. لما اجي اعمل بيك كده واقول مثلا اطرحهم من بعض، اطرح الاوبجكت الاساسي من الاوبجكت اللي هعمله بيك، وبقول له اعمل ابلاي اوبرن ماتيريال، تمام. بقول له اعمل ابلاي اوبرن ماتيريال وهطرح الاساسي من اللي هعمله بيك. لما اجي اعمل حاجه زي كده اللي بيحصل، الجزء اللي اتطرح بقى لونه لون احمر، لون الماتيريال بتاعت الاوبجكت اللي هو الاوبرند بتاعي. لكن لو دوست كنترول زد كده وقلت له لا ريتين اوريجينال ماتيريال، وقلت له بيك، الاحمر ده هيبقى الجزء ده موف. ده الفرق بين الاثنين، ودي تطبيق او ده التعامل بتاع الماتيريال بتاعي، ان هو هيطبق الماتيريال بتاعت الاوبرند ولا الاوريجينال، وهتختار انت من هنا اهو، تمام. طبعا الديسبلاي هتعمل ديسبلاي للريزلت اللي هتطلع في الريندر، والاوبرند كمان واتكلمنا عليها في البوليان.
نكمل كلام على البارامتر، على الاوبريشنز بتاعتي. في عندي حاجه اسمها الكوكي والامبرنت. لو دوست تشيك على الكوكي كده وقلت له ان انا هختار ده، ايه اللي حصل؟ طرح الاوبجكت وما سابش وراه جزء من الاوبجكت ده. يعني مثلا لو جيت شلت الكوكي كده، بس كنترول زد كنترول زد، وجيت عملت بيك، لا ده بيسيب جزء مفوق، يعني كانه عمل حفر جوه الاوبجكت بمنظر السفير، بشكل السفير. لكن لو جيت قلت له كوكي وعملت بيك، يبقى هو ايه، بيفرغها كليا كده، مفيش اي ايه حاجه جوه خالص. تمام. طيب اما الامبرنت فبيعمل ايه؟ لما نيجي نعمل كده بيك ما عملش حاجه، بس لما نيجي ندوس كنترول اف سوري لما ندوس اف 4 هتلاقي ان في رسمه السفير بقت موجوده هنا، رسمه السفير. ده بيفيدك في قدام لما تيجي تتعامل مع الـ edges والـ vertices بتاعت الـ object، وانت عايز بتعمل موديل لحاجة ومحتاج segments بشكل دايرة او بشكل نجمة او بشكل مش عارف ايه، فانت بتجيب الـ object بالشكل ده، ونيجي نعمل subtract او insert ونختار imprint، فيروح يعمل ايه، هيرسم لي شكله كـ edges كده، مش باينة معايا في حاجة لكن هتفيدني لما اجي اتعامل مع الـ edges قدام ان شاء الله. طيب انا ممكن اعمل طبعا اكستراكت لاي اوبراند عندي. الاوبراند اهي في ليست اهي من الاوبراند اللي عندي اهم. تمام. اقدر اعمل مثلا اختار السفير مثلا. تمام. دي واحده كده، احنا نطلع من اهو، نجي من موديفاي ونقول له ان احنا عايزين الاوبراند، وهاجي اقول له مثلا اختار البوكس، البوكس بقى ده كله. تمام. لاني قسمت العمليه، البيكنج بتاعي بقى اتعمل على مرحلتين. يعني دلوقتي لو انا كنت جيت كده يا جماعه ما وقفتش، ما قفلتش الزرار بتاع البيكنج وكملت تاني، كملت بيكنج، كان هيتقسم وكل واحد كل اوبجكت باين عندي في الليسته. لكن لما انا وقفت فتعامل مع ان دول كلهم البوكس، ودي السفير اللي هي الزياده عليا اللي هي دي. يعني دلوقتي عملت كده ريسيت وجيت رسمت البوكس اهو وعملت السفير دي اهي، نفس الكلام مثلا السفير هنا وسفير هنا حاجه بالمنظر ده، وجيت مسكت البوكس ده وقلت له كومباوند اوبجكت برو بوليان، وقلت له بيك، وجيت قلت له اول اوبريشن مثلا سبتراكت فهيطرح ده من ده، تاني اوبريشن مثلا يونيون ده مع ده. تمام. لما اجي هفتح كده من موديفاي اوبرانز، اقدر اتعامل مع السفير دي لوحدها اهي، واقدر اتعامل مع السفير دي. سوري مش عارف امسكها طبعا، مش باينه. ممكن اعمل في الديسبلاي اقول له اوبراند فامسك السفير دي واتعامل معاها، او ممكن اختار من الليست هنا، يعني نرجع الريزلت، نرجع احنا باين الريزلت بس، واختار السفير مثلا دي فكانت عاملي معاها، او السفير الثانيه وتعاملي معاها، وقدامها ادي الاوبريشن بتاعتها. طبعا ممكن اغير الاوردر بتاعهم، فاجي اقول له مثلا دي الاوردر بتاعك 2، لا انا عايز اخليك الاوردر بتاعك 1، واقول ري اوردر، فكده غيرت ترتيبهم في الليست عندي. ممكن اغير الاوبريشن اللي اتطبقت على اوبجكت عندي، يعني الاوبجكت ده الاوبريشن بتاعته يونيون، هقول له ايه، هقول له لا خلينا مثلا تشينج اوبريشن، سوري هختار الاوبريشن الاول عايز اغيرها، بس انا اقول له بدل ما تبقى هي يونيون خليها مثلا سبتراكت، واروح اقول له تشينج اوبريشن. فبص كده دي كانت يونيون، كنترول زد كنترول زد اهي، كانت يونيون اللي هي رقم 2 دي، انا اقول له لا خليها سبتراكت واقول له تشينج اوبريشن صراحة بالمنظر ده. يبقى عرفنا تشينج اوبريشن بتعمل ايه. ممكن اعمل اكستراكت للسيلكتد اوبجكت زي ما اتفقنا قبل كده. لو استراكت هعمل مثلا اختار السفير الثانيه دي واقول اكستراكت سيلكتد. طب نوع الاكستراكت ايه، هيبقى ريموف ولا كابي ولا انسيرت؟ ريموف، يبقى هو هيلغي من البرو بوليان اصلا، هيطلع من الاوبجكت ده ويطلع بره. يعني دلوقتي جيت عملت اكستراكت، بقت الكره دي عندي اهي، والخرم اللي كانت سايباه الكره او الحفره اللي كانت سايباها الكره اتشال. لكن لو كنت قلت له كابي او انسيرت وعارف بينهم طبعا، هياخد نسخه من ده والحفره هتفضل موجوده اهي. تمام. هنلاقي عندي بقى تحت حاجه اسمها ادفانسد اوبشنز، نفتحها كده. عندي الابديت اتكلمنا عليه قبل كده، اولد ولا مانيوالي ولا وين سيلكتد ولا وين ريندرنج. هنلاقي ان عندي حاجه اسمها ديسميشن. طب تعالى كده نشوف الديسميشن مثال صغير ليه كده، نمسح دول عشان بس ايه نحسها اكتر، ونيجي نعمل مثلا كوره كده وكوره تاني كده، ونيجي هنا من التوب ندخل دي جوه بس شويه حاجه بالمنظر ده. طيب الكره دي الاساسيه بتاعتي، هاجي اقول له كومباوند اوبجكت بقى ده الاوبجكت الاساسي بتاعي، برو بوليان ستارت بيكنج، العمليه بتاعتي سبتراكشن، هطرح ده من ده، طرحتهم من بعض. طب لما اجي انزل بقى تحت في الادفانسد اوبشنز، هلاقي ان في عندي حاجه اسمها ديسميشن. ديسميشن دي التشوه بتاع الاوبجكت للناتج، لو 0% يبقى هيبقى الناتج عادي مفيش اي مشكله. لكن لو كل ما علي، بص ايه اللي بيحصل، ندوس اف 4 كده عشان نشوف الايدجز بيحصل فيها ايه.
الايدجز بتقل، بيعمل اوبتمايز للريزلت بتاعتي، كل ما اقلل كل ما يحصل اوبتمايزيشن، بيبقى الشكل مشوه اكتر طبعا لحد ما يبقى 100%. يعني ادي حاجه و90 اهو، 100% بقى الاوبجكت اختفى اساسا، لان يعني خلاص ما فيش ايدج، انت شلت كل الايدجز بالديسميشنز. اخر حاجه هتكلم عليها دلوقتي هي التسليشن. التسليشن دي بيعمل ايه؟ بيحط نقط، او مش بيحط نقط سوري، يعني بيكتر الايدجز بشكل معين، بتكون كل الايدجز اللي بيكترها رباعيه كواد، شكلها شكل كواد، وانت بتختار الكواد سايز، وكل ما الكواد سايز او شكل رباعي يقل كل ما هيكتر عددهم، وكل ما يكبر كل ما هيقل عددهم. لما اعمل تشيك كده مبدئيا الديسميشن تاثيره بقى ولا حاجه، يعني لما اخلي ده 100% او 0% ملوش لازمه، خلاص بقى البارامترز بتتعامل، البارامتر اللي بتتعامل معاه الوحيد هو الكواد سايز. تمام، ندوس اف 4 ونبص، زود، هو زود ايدجز كتير جدا. تمام، لان انا محدد له الكواد سايز 3، كل ما كتر الكواد سايز كل ما الايدجز تقل، اكتر الكواد سايز كل ما الايدج يقل، وخلي بالك ان كلهم رباعيين بالشكل ده. تمام، لما اقلل كده مثلا اقول له خليك 3، فكلها اشكال رباعيه بالمنظر ده. دي هتفيدك في ايه؟ هتفيدك قدام لما تبقى انت بتتعامل برضو مع الايدجز والفيرسيز، وانت على حسب احتياجك عايز ايدجز اكتر من البرو بوليان اللي هيطلع ولا اقل، على حسب احتياجك هتكمل كده. كده احنا اتكلمنا على البرو بوليان، وشفنا الحاجات الزياده عن البوليان الاولاني التقليدي اللي احنا اتعلمناه في الدرس اللي فات. هنقفل الزرار ده كده. طبعا على حسب ما انت عايز تحتاج البوليان في الحاجات البسيطه، عايز حاجات اكتر يبقى البرو بوليان. هنمسح ده ونكمل نتكلم دلوقتي عن حاجه اسمها المورف. اتكلمنا عن المورف قبل كده كموديفاير، قلنا ان المورف ده موديفاير بيضاف على الاوبجكت، اقدر اعمل مورفنج من اوبجكت واوبجكت، يبقى اوبجكت مثلا على شكل دايره، واحد تاني على شكل مش عارف بوكس، بس الايدجز بتاعت ده هي هي الايدجز بتاعت ده، والفيرتسيز بتاعت ده نفس عدد الفيرتسيز بتاعت التاني، فاقدر اعمل مورفنج بينهم، الشكل يتحول شكله من شكل للشكل التاني. تمام، وقلنا ان احنا بنستخدمها في الكاركترز انيميشن وفي حاجات كتير قوي. فتعالى مثلا نعمل مثال كده صغير، نجيب بوكس كده اهو، تمام، وناخد منه نسخه، ناخد منه نسخه تاني، يلا مثلا حاجه بالشكل ده. لو جيت عملت سكيل، المورف مش هيشتغل على السكيل، المورف بتاع الكومباوند اوبجكت اللي بتكلم عليه دلوقتي مش هيشتغل على السكيل، لا انا عايز لو عملت كده ملوش دعوه، مش هيتاثر بيه، لكن انا عايز اعمل ايه؟ العب في البارامترز دي كده، مثلا البارامتر ده مثلا اعمل له كده وكده مثلا، تمام، وامسك الاوبجكت ده واجي هنا من كومباوند، من كرييت كومباوند اوبجكت مورف، ادي اول واحده مورف. المورف ما فيش غير ان انا اعمل بيك للتارجت. طب البيك اللي انت هتختاره ده، التارجت اللي انت هتختاره ده سوري، هيبقى انستنس ولا ريفرنس ولا كوبي ولا موف؟ نفس القصه، لو موف يبقى هيخفيه، لو انستنس او كوبي او ريفرنس يبقى هيحافظ على الاصلي وهياخده في اعتباره، والاصلي واللي هياخده ده هيبقى ريفرنس من الاصلي او كوبي من الاصلي او انستنس من الاصلي. هنختار موف مثلا ونعمل بيك للتارجت، فده اختفى خلاص. طيب ممكن اخلي التاني مثلا انستنس واقول له بيك للتارجت، فده فضل معايا. طيب ايه اللي حصل عندي؟ المورف تارجت اهم، البوكس واحد ده الاولاني بتاعي، التاني اللي اخترته، التالت ده الايه، التالت واحد اخترته. طيب ايه اللي بيحصل عندي؟ البار ده هنتكلم عليه برده في الانترودكشن للانيميشن، هتبقى في اخر الفيديوهات ان شاء الله. البار ده المفروض كل ما احركه، ده هو البلاي بار اللي هو الفريمز عندي، وكل ما بيتحرك كل ما بيبين لك الوقت، يعني الوقت اللي بيعدي، تمام، او كام فريم بيعدي. طب ممكن اجي مثلا في فريم رقم 0 ده، واروح اجي ان هو اقول له اقف على بوكس 0، بوكس 01، واقول له كرييت مورف كي. كده عمل ايه؟ حط كي هنا اهو، وهنتكلم برده عن الكيز انيميشن قدام، للبوكس الاولاني. واجي مثلا عند الفريم رقم 15 واقول له ايه؟ البوكس الثاني، وكرييت كي. كده عمل كي للفوق للبوكس الثاني. واجي عند الفريم رقم 30 مثلا اقول له بوكس 3 كرييت كي. ايه اللي بيحصل لما بحرك التراك اللي من تحت ده؟ ايه اللي بيحصل؟ بيتحرك بينهم بالمنظر ده. طبعا دي هتفيدنا اكتر في الانيميشن. ممكن برضو مثال برضو على المورف دلوقتي، نجيب الفايل ده كده ونفتحه، اوبن فايل نو. عندي الكاركتر ده، الكاركتر ده عندي منه ده الاصلي اهو، وده عندي كاركتر تاني بيضحك منهم اهو، واحد تاني مش عارف مكشر، واحد تاني فات ومخضوض مثلا. طيب الكاركتر الاولاني ده، تمام، هاجي اعمل ايه؟ هاجي من الكومباوند اوبجكت مورف، واقول له بيك للتارجت، واقول له موف، مش عايز التارجت في حاجه تاني، هبيك ده وبيك ده وبيك ده. واجي انا هو نفس الكلام، اجي عند اول واحد
وهاجي عند التاج ده خليه في او في الزيرو واقول له كرييت مورف كي، واجي عند رقم 10 واجي عند التاني واقول له كرييت مورف كي، وعند رقم 20 واقول له للتالت كرييت مورف كي، وعند رقم 30 واقول له كرييت مورف كي. تمام؟ ايه اللي بيحصل لما بنجري التراك كده؟ اهو الكاركتر بيضحك، بعد كده بيكشر، بعد كده بيتفاجئ، حاجه بالمنظر ده. تمام، يبقى ده المورف. طبعا هو نفس الفكره بتاعه المورف موديفاير، بس هو محطوط في الكومباند اوبجكت كحاجه مساعده ليك تاني، فممكن برضو ايه تستخدمها معاك. طبعا الاوبجكت بتاعي ده انت بولي محطوط عليه موديفاير مش سموث، ومحطوط عليه المورف كمان اللي هو كايه ككومباوند اوبجكت مش كموديفاير عندي. ونكمل ان شاء الله في الفيديوهات اللي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.